أعربت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة عن بالغ تقديرها واعتزازها بأداء الطواقم الطبية والكوادر التمريضية والمهن المساندة والتي تتصدر الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، وتفانيها في حماية صحة الناس وبحرصها على العطاء والبذل وتأدية دورها الإنساني والمجتمعي والعمل بروح الفريق الواحد ووضع المصلحة الوطنية أولا وأخيرا، الأمر الذي كان له أبرز الأثر في تحقيق مملكة البحرين لمستوى عال عالميا في التعاطي مع جائحة فيروس كورونا بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى ذو الله ورعاه، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وللجهود الوطنية لفريق البحرين التي تحقق بفضلها نجاحات مشهودة في التصدي لجائحة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال الزيارة الخاصة التي قامت بها وزيرة الصحة لتحية كوادر البحرين العاملة في القطاع الصحي لتهنئتهم وتشجيعهم بمناسبة سنة العاملين في مجالي الصحة والرعاية 2021 والذي خصص لتكريم العاملين في الحقل الصحي بقرار من منظمة الصحة العالمية. أشارت وزيرة الصحة إلى أن كل موظف وموظفة يعملون في القطاع الصحي سواء في موقع العمل الاعتيادي أو في الصفوف الأمامية في التصدي لفيروس كورونا يستحقون الشكر والثناء نظير الأدوار التي يقومون بها بكل إخلاص وتفان. وقد التقت وزيرة الصحة خلال الزيارات الميدانية بعدد من العاملين الصحيين من مراكز الفحص والعزل والعلاج، حيث تفقدت سير العمل وجودة الخدمات المقدمة في ظل الجهود الوطنية المبذولة لتصدي لجائحة كورونا كوفيد-19، مشيدة بجهودهم المخلصة التي ساهمت في تحقيق مملكة البحرين لتجربة متميزة يحتذى بها في مجال الحد من انتشار هذا الفيروس.